بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص وصلنا معكم الى هذه الفقره والحكماء الالهيون يثبتون ان النظام الوجود هو الاحسن بطريقين، النظام الاحسن ما هو؟ طبعا هذا النظام لا يكون مخلوقا، وانما يكون معيارا، النظم النظم لا يكون مخلوقا، انت لا تجد وأنت تتحرك بالسيارة في الشوارع النظم القانوني للمرور كالشجر بجنبك أو السيارة بجنبك لا أبدا وإنما هو مجموعة من المعايير حاكمة على ماذا؟ سياقتك إذا أردت أن تسوق بالمعايير وتصل إلى غايتك أما إذا كنت فوضى كالعالم الثالث الذي لا يراعي القوانين فلا معنى للنظم هنا، إذن النظم هيمنة على الفعل الإنساني يخضع لهيمنة خاصة، بدون هذه الهيمنة لا يصل إلى غايته، لا يصل إلى غايته، إذن النظم المعياري. أو النظم التكويني نظام الأسباب والمسببات تعيّل الحكمة الإلهية أو هو الحكمة الإلهية حتى يصل الشيء مطلقا سواء كان سواء كان إنسانا أو كان غير ذلك إلى غاياته هذا هو النظم إذا النظم ليس حقيقة تنوجد وإنما هو نظام تخضع له الموجودات هذه فهمها جيدا ومع الأسف الشديد لا يشيرون إلى هذه النقطة نعم يقول هنا الحكماء الإلهيون يثبتون أن نظام الوجود هو الأحسن بطريقته فعندنا نظام الأسباب والمسببات هذا نظام التكوين نظام الميتافيزيقي وعندنا نظام المعايير نظام المعايير التي تتعين بالالزامات افعل ولا تفعل النظامان متباينان لا يجمعهما جامع هذه حكمة إلهية ميتافيزيقية تكوينية وهذه حكمة إلهية جارية إلزامية جيد الطريقة الأولى أحدهما البرهان اللمي البرهان اللمي يعني الانطلاق من الأصل إلى الفرع إذا وضعت يدك على الأصل فرع مضمن مؤمن تضع يدك على العلة المعلول مؤمن موجود لأن يعني لا معنى للعلة بدون معلول حيث أن حب الله للكمال والخير يقتضي أن يكون لنظام الوجود كمال وخير أكبر هذه العبارة بالنسبة لهذا الكتاب وهذا المستوى الدراسي ثقيل جدا إذا خلينا نحلل نمارس عملية التحليل الحب الله الكمال الخير نعم حيث أن حب الله للكمال والخير يقتضي أن يكون لنظامه نظام الوجود كمال وخير أكبر أولا نبدأ من الله تعالى الله ما هو ذات ملأت الوجود بتمامه بذاتها اللامتناهية وبصفاتها البهية والجميلة الله تعالى وهو فيها دائرة ذاته وصفاته التي هي الكمالات هذا هو الخير هذا الخير الميتافيزيقي الخير التكويني ماذا يورث الذات الإلهية الهناء والسعادة والمجد الهناء الصرمدي المجد الصرمدي والسعادة الصرمدي هنا نحن في الخير الميتافيزيقي على مستوى الذات الإلهية بعد ننتقل إلى الخير في دائرة من من يتكامل نعم الله يحب لنا الخير ما معنى يعني يحب أن نعيش حيثيته يعني ذلك الخير الذي جعله سعيدا السعادة الصرمدية الذي جعله يعني ليس علة معلول فالتحليل فقط يعيش سعادة صرمدية هناء صرمدي ومجدا إلهيا رائعا فيريد منا أن نعيش هذه الحالة بما يتحمله وجوب دونه وتختلف الناس بمراتب الكمالات وتلبسها بالخير نعم حيث أن حب الله للكمال والخير يقتضي أن يكون لنظام الوجود يعني فيه نظام للوجود لوجو، لنظام الوجود كمال وخير أكبر وأن ينخفض النقص والفساد الذي اللذان هما من لوازم العالم المادي وتزاحم الموجودات الجسمانية، يعني الشيخ هنا يرش معلومات كأنك أنت عندك خلفية عليها كاملة، لا يا سماحة الشيخ هذا هو مشكلة الحوزوي، مشكلة الحوزوي ينطوي على معلومات كثيرة تضغط عليه يريد يرشها ويكتبها لا فيه منهجية فيه منطق فيه تحليل وتركيب يجب أن نت نتجنب هذه الحاله النفسانيه، عندي معلومات نكتبها ولهذا تجد انت كتابا في خمس مجلدات مملوء بالمعلومات، لا شك في ذلك الا ان الاستفاده منه لا تتاتى ابدا، لماذا لا منهجيه ولا تحليل ولا تركيب مع الاسف الشديد. انظر ان وان ان ينخفض النقص النقص ان ينخفض النقص والفساد الذين هم من لوازم العالم المادي وتزاحم الموجودات الجسمانيه الى ادنى حد. يعني الله تعالى لما خلق هذا العالم المادي طبيعه هذا العالم المادي التزاحم، لماذا؟ يعني عالم ناقص كل يسري الى غايته قد تصطك الغايات، قد تزدحم الغايات. فهذا ينزع الكمال لذاك، ينزع الخير لذلك او يزاحمه. من هنا جاءت النظم المعياريه الاخلاقيه والتشريعيه والحقوقية هذا هو السبب. في عالم الملائكه ما في تزاحم، يعني مالك ملك الجن الجهنم ورضوان ملك الجنه وجبرائيل وما ملك قابض الارواح، كل يدور في فلكه. تصور ما فيه اي استكاك فيما بين عالم الملائكة في هذه النشأة المادية الذي وجد وجد فيها الخليفة هنا فيه تزاحم فلسفة هذا التزاحم للتكامل القرآن يسميه بالإبتلاء نعم الإبتلاء الإبتلاء ما معنى يعني أنت يرفع عنك بعض الخير لتكامل أرقى هذا هو الإبتلاء إذا عالم الجسمانيات والماديات هو عالم تزاحم عالم تزاحم يعني يمكن أن يختفي خير وإذا اختفى الخير يأتي الشر يعني النقص نعم النقص قد يكون ابتناء إيجابيا حتى يعطيك الله تعالى أحسن من ذلك المفقود وقد يكون ابتلاء سلبيا كتدمير المنافقين في الأمم السابقة أو الاسترسال في في عصرنا هذا وببيان آخر يمكن القول لو لم يخلق الله تعالى العالم بأفضل نظام فإما أن يكون ذلك بسبب عدم علمه بالنظام الأحسن إما العلم أو إما العجز أو عال آه آه عدم القدرة العجز أو عدم الإرادة فإما أن يكون هذه قياس استثنائي وشرطية منفصلة لو لم يخلق الله تعالى العالم بأفضل نظام فإما أن يكون ذلك بسبب عدم علمه بالنظام الأحسن الله تعالى يكون جاهلا وهذا مستحيل إذا هذا الشق منتفي واما ان لا يحب ذلك لا يحب ذلك واما ان لا تكون له القدره على ايجاده عاجز العجز نحيت يبقى الحب لا يحب ذلك يعني انت الان عندك امكانيه مساعده فقير اذا ما انبثق حب في اعماقك لمساعدته انت في خلل انت مريض. الله تعالى ما عنده هذه الامراض كمال بالكمال المطلق لا يحب الخير لمخلوقاته حتما او يبخل بايجاده من باب السخاء وعدم السخاء يعني يبخل يعني لا يعطي وكل هذه الفروض كل هذه الفروض غير صحيحه في مورد الله الحكيم الفيض والقادر بالقدره المطلقه إذا يثبت أن للعالم أفضل نظام، إذا إذا بطلت الشقوق والتوالي يبطل المقدم، ما هو المقدم؟ لم يخلق الله تعالى العالم بأفضل نظام، هذه باطلة، إذا خلق الله تعالى العالم بأفضل نظام. هذا هو الاستدلال، وهذا الاستدلال قديم، قديم، نحن قرأناه عند شيخ الرئيس بن سينا هذا اللمي يعني انطلاقا من الحكمه الالهيه من الذات الالهيه فياتي النظام الاصلح الذي يخضع له الانسان اذا خضع له ايجابيا ترقى واذا خضع له سلبيا يعني تمرد عنه يشقى نعم اهبط منها جميعا يخاطب آدم وحواء والشيطان أهبط منها جميعا بعضكم لبعض العدو هذا هو التزاحم هذا هو التضاد هذا هو الإبتلاء هذا هو الإستكاك ثم ما في نظم يا الله لا في نظم فإما يأتينكم من هدى الهدى نظم نعم نظم الدين كله نظم دين نظم في الحقيقة يعني قيمة الدين قيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى النتيجة قد تكون في دائرة الخير يعني تتماهى في النظم الإلهي وقد لا تتماهى هذا هنا النظم النظم القيمي النظم القيمي الذي يسمى في المجال التداولي الحوزوي النظم التشريعي أنا أسميه النظم القيمي يشمل على النظم التشريعي والأخلاقي والحقوقي نعم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي لا يضل ولا يشقى إذا الضلال والشقاء خروج عن هذا النظم التشريعي والحقوقي والقيمي تمائي في هذا النظم الحقوقي والتشريعي والأخلاقي خلاف الضلال وخلاف الشقاء الضلال يعني خلاف الضلال يعني يهتدي يتلقى وخلال الشقاء يعني يعيش السعادة والهنان هذا القرآن هذا القرآن وهذه حقيقة وهذه حقيقة عقلية وليست حقيقة وحيانية القرآن هنا جاء كشفها فقط أرشد إليها فقط داخل هذا النظام أو لنقول هذا النظام القيمي معه نظام الأسباب والمسببات نظام الأسباب والمسببات الشيخ مصباح هنا لم يفكك بين النظامين ويجب أن يفكر النظام القيمي ليس نظاما تكوينيا يخضع لنظام الأسباب والمسببات لا تجد نظام المرور وأنت بسيارة كحقيقة تكوينية كالشجر والبقر والإنسان والسيارة بجنبك لا أبدا وإنما هي معايير ملزمة ملزمة لمن؟ لإرادتنا حتى يتنظم المجتمع ويصل الإنسان إلى غايته إلى ما يريد هذا الطريق اللمي يعني انتقال من الحب الإلهي من الحكمة الإلهية إلى الفعل الذي يخضع للنظام نعم نظام الأسباب المسببات نظام الأسباب المسبب، المسببات هذا نظام التكوين نار محرقة للخشب ماء رافع للعطش شمس تضيء على على الكوكب الارضي هنا في نظام الاسباب والمسببات هذا النظام الاسباب والمسببات يسمى الهدايه التكوينيه العامه نظام القيم تشريعيا اخلاقيا حقوقيا يسمى النظام الهدايه التكوينيه التاش الهدايه التشريعيه الهدايه التشريعيه ثم الله تعالى حتى يوصل هذا الانسان الى كماله في دائره النظم التشريعي والاخلاقي والحقوقي ضمن الاسباب والمسببات تاتي الطاف منه تعالى انه رحيم هذه الالطاف التي تساعدنا على الوصول الى غاياتنا الحقيقيه رضا الله السعاده السرمديه الحياه الطيبه تاتي الطاف تسمى الهدايه التكوينيه الخاصه. الهدايه التكوينيه الخاصه. من يريد ان يتمرد عن النظم الالهي يعني النظم التشريعي لان النظم التكويني نظام الاسباب والمسببات لا يمكن التمرد عليه ابدا لا يمكن التمرد على النظم القيمي يعني النظم التشريعي الاخلاقي والحقوقي يتمرد هنا ياتي تاتي الهدايه التضليليه يعطيها الله تعالى. حتى يخرج كل الظلمة فيه يصير إنسانا ظلمان جهنم هذه العدالة الإلهية شمر تريد جهنم كل القابلية التي فيك أنا أخرجها إلى الفعلية أساعدك على إخراجها الفعلية حتى أقيم عليك الحجة نعم لأن نيتك خبيثة جدا أصلك خبيث للمسانخه لا يتحقق الى الخبيث فالله تعالى يُفِيضٍ من نمد هؤلاء وهؤلاء هذا هو العطاء الالهي وفي حكمه مطلقه في حكمه صرمديه مطلقه الطريق الثاني وهو الدليل اني يعني الانطلاق من المخلوقات الى الى إلى العلة والتأمل في المخلوقات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه هو, هو الحق تأمل في الآيات الآفاقية والأنفسية والتأمل في المخلوقات والاطلاع على أسرارها وحكمها والمصالح المستهدفة في كيفيتها وكميتها وكلما اتسعت العلوم الإنسانية ازدادت معرفة الإنسان لأسرار الوجود لو كنت أنا في الترجمة لاتي وكلما اتسعت في انفصال دلالي بين السابق واللاحق تأمل معي تصحيح ترجمي في الترجمة فقط ترجموي والدليل الإني والتأمل في المخلوقات والاطلاع على أسرارها وحكمها والمصالح المستهدفة في كيفيتها وكميتها وتزداد معرفة الإنسان بهذه به الإصرار الأسرار كلما اتسعت العلوم الإنسانية هكذا تكون يكون النسق جميلا مع أن الترجمة صحيحة إلى أنه هذا أجمل وأدق حتى يأتي السياق المتحد وبالالتفات إلى الحكمة الإلهية يتضح لما لماذا تتعلق الإرادة الإلهية الإلهية بأمور معينة؟ لماذا؟ لأن تريد أن توصل الأشياء إلى غاياتها، وبالتالي تصبح دا تصبح دائرة ما يريده الله تعالى أضيق من دائرة المقدرات الإلهية. الله يقدر على الكثير، لكن المتحقق قليل. العلم أعم من القدرة، والقدرة أعم من المخلوق. هذه قاعدة. نعم، وهو مضمون السؤال الذي طرح في خاتمة الدرس الماضي. نعم. والجواب عنه هو أن الأمور التي تدخل في تكوين النظام الأحسن فحسب تتعلق بها الإرادة الإلهية. هنا في تصور العبارة خلط هنا خلط في اشتباه في البيان. والجواب عنها هو أن الأمور التي تدخل في تكوين النظام الأحسن النظام الأحسن لا يتكون نعم الأمور التي تدخل في تعين النظام الأحسن الأحسن ليس في تكونه فحسب تتعلق بها الإرادة الإلهية وسوف يتضح هذا الموضوع أكثر في الدروس القادمة وبهذا المعنى لا بد أن نفسر قول القائلين أن الإرادة الإلهية تتعلق بالاشياء ذات المصلحه فحسب. نعم. وان المصلحه هي التي تحدد الاراده الالهيه. اه هنا المصلحه هي التي تحدد الاراده الالهيه. المصلحه التي تحدد الاراده الالهيه يعني الحكمه الذاتيه. يعني ما يراه الله تعالى في ذاته من نظام محكم. نعم. يعني هذه الحكمة الذاتية هي التي تحدد الإرادة الإلهية. وإلا فإن المصلحة ليست شيئا عينيا وخارجيا حتى تؤثر في الإرادة الإلهية. جميل. وآثار الفعل لا يمكن أن تكون مؤثرة في فعله. نعم لأن المصلحة تأتي بعد. وكذا كلام من يقول أن الحكمة الإلهية هي التي تقيد تقيد قدرته أو رحمته أو إرادته لا بد من تفسيره بهذا الشكل نعم يعني الله تعالى لا يقدر إلا على ما يريد ولا يريد إلا على ما يعلم وما تقتضيه حكمته هل هذا معنى ضيق في الإرادة والقدرة لا أبدا القدرة مطلقة إرادة مطلقة لكن الإرادة والقدرة تحت حاكمية ماذا الحكمة وهذا هو المبنى الصحيح للعدلية العدلية يحكمون الحكمة على الإرادة الأشاعرة يحكمون الإرادة على الحكمة نعم نحن لا يمكن أن تكون تكون الأفعال الحسنة والقبيحة تابعة للإرادة الإلهية بل تكون تابعة للحكمة الإلهية نعم وكذا كلام من يقول إن الحكمة الإلهية هي التي تقيد قدرته أو رحمته أو إرادته، ولا بد من تفسير بهذا الشكل. وإلا فإنه لا معنى لتعدد القوى وتزاحم الصفات في الذات الإلهية المقدسة. هناك ما في تزاحم، في تناغم تمام تناغم هذا التناغم بين الكمالات الإلهية التي يعين الذات هو الخير. هو الخير الله تعالى يريد منا يريد منا أن نعيش هذا الخير. الذي هو فيه ذاتي ونحن لا اكتسابي فيه عين الذات في الله تعالى، عين الذات نحن لا ليس في عين ذاتنا وإنما نسعى إليه، ماذا يقتضي هذا يقتضي نظمين، نظم التكويني نظام الأسباب والمسببات لا يمكن بدون نظام الأسباب والمسببات وهو إطار ونظم تشريعي إلزامي. يحرك الاراده الآن ثانيه نحو ما تحبه نحو ما تعشقه ثم العاقله تبدا تضيء هذه الاراده بدوائر الخير باعتبارنا فواع ناقصه الخير المطلق لا نراه امامنا نرى دوائر للخير المطلق اذا التزمنا بها عشنا الخير المطلق دوائر فقط تأتي المزاحمة هنا يأتي الابتلاء قد يسمو الإنسان وقد يسفل في نظام التكوين الغريزة خيرها ماذا أن تشبع غريزة الأكل الشرب الجنس أن تشبع هذا هو خيرها تخيل ما فيه نظم قيمي أرقى فالإنسان يبقى كالحيوان يأكل ويشرب وحتى يفنى. فيه نظم قيمي يعلو على الغريزة أن يكون الإنسان إلهيا. فهذه دائرة الخير الضيقة يجب أن تقاس إلى دائرة الخير الأرقى. فتترجح الدائرة الأرقى على هذه الدائرة، فيرقى الإنسان. بإعتباره مريدا. يفعل ولا يفعل ولا يجبره احد قد يفضل ما تقتضيه الغريزه على تلك الدائره الساميه التي ترقى به الى الحياه الطيبه ويسفل لانه مختار مريد يفعل او لا يفعل يتمرد على ما ادركه من خير نعم يتمرد على ما ادركه من خير طبيعه الانسان هكذا طبيعه الانسان هكذا وتعين الحكمه الالهيه بنظام التربيه وبنظام الحقوق وبنظام التشريع وبنظام الاخلاق الذي هو نظم في الحقيقه قيمي واحد تتع... تختلف الحيثيات فقط لاجل هذا الامر لاجل ان لا يسقط الانسان في دوائر الخير النازله دوائر الخير النازله نعم اذا عاش النظم القيمي والنظم السببي والمسببي النظم التكويني اطار فقط عاش النظم القيمي والاخلاقي ماذا يحدث في كيانه يحدث ذلك التناغم بين قوه عيش مقتضى انسانيته فيعيش الخير تحقق الخير الذي في ذات الله بمقدار الإنسان ليس بمقدار اللاتناهي تناهي الإنسان يعني مخلوق ضعيف فيعيش حينها الاتساع الوجودي الذي يسمى الكمال وجوده يتسع وهذا الاتساع الوجودي يورثه نشوة هذه النشوة الإلهية وهي السعادة والهناء والمجد يرى نفسه في علو مجد الإلهي هذه الحياة الطيبة هذه الحياة الطيبة انتهى الدرس ندخل إلى الدرس الثامن والستون هدف الخالق يأتي ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد